أنا أتأمل كيف استطاعت المملكة العربية السعودية أن تقيم موسم الحج بمثل هذه الظروف الصعبة. الملك سلمان حفظ الله اليوم بكلمة أشار إلى ذلك، قال إن استطعنا أن أو رأينا أن تقام شعيرة الحج رغم كل الظروف الصعبة والاحترازات الصحية، ولكن بعون الله وبما قدمته حكومة المملكة العربية السعودية من إمكانات يندر مثيله، بل إن هذا الوطن لم يرتهن للاحترازات الصحية العادية، بل أضاف إليها احترازات أخرى ليتم أو تتم شعيرة الحج بسلامة. ووزير الصحة يعلن ولله الحمد أنه لم توجد حالة كوليرا أو أي مرض بين الحجاج. هذه حقائق أمامنا نفرح بها ونفخر بهذا الوطن الذي كما قلت في تغريدة ائتمن الله على الحرمين الشريفين فقام بهذه الأمانة خير قيام.